عند الطبراني بإسناد حسنه الهيثمي في المجمع، نادى عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس وكان يقربه ويحبه ويدنيه ويسمع منه، قال: انظر إلى الناس فلعله من ذنب فعلناه في أحد من الناس. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما فرجع إليه فقال: والله ما مررت بملأ إلا وهم يبكون كأنهم فقدوا أبكار أولادهم، كأنهم فقدوا أبكار أولادهم من عظم المصيبة. فقال: رأيت البشر في وجهه رضي الله عنه.